قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، أي وقاية، وهي وقاية شاملة وعامة لجوانب متعددة مثل الأثر النفسي، حيث أثبتت التجربة العملية للصيام تظهر مدى تأثر النفس بالصيام، وذلك من خلال انعكاساته على طبيعة التصرف الفردي من حيث طبيعة تعامله مع الآخرين ودخول النفس في حالة من الهدوء والاستقرار، وتعزيز النظرة الإيجابية تجاه الآخرين وطريقة التعامل معهم. فالصيام يتعدى الامتناع عن الطعام والشراب فقط، فهو يمنع الصائم من أن يرفث أو يجهل على أحد وإن سبه أو شتمه، كما هو مبين بالتوجيه النبوي، فهو بذلك علاج للقلق الذي يعد المسبب الرئيسي لكل الأمراض النفسية. أما الأثر الجسدي، يتمثل تأثير الصيام على الجسد بالدرجة الأولى بالفوائد الطبية الناتجة عنه، ومنها العلاج لكثير من الأمراض ومسبباتها والتخفيف من حدتها، حيث يعتبر الصوم بمثابة فرصة للجسم للتخلص من نواتج عمليات الهدم والبناء ذات السمية والتي يتم تخزينها في الكبد والكلى، كما يساعد الانقطاع عن الطعام والشراب لفترات لا تقل عن 10 ساعات يوميا بتخليصها من مخزونها من تلك المواد. وكذلك يعتبر الصيام فترة راحة لكل أعضاء الجهاز الهضمي بشكل يتيح له التخلص من كل التراكمات الحادثة فيه والتي تنعكس سلبا على الجسد كأمراض القولون بأنواعها المختلفة. الصيام فترة راحة وإعادة تنشيط لغدة البنكرياس، مما ينعكس إيجابا على الجسم بتخفيض مستوى السكري بالدم لمرضى ارتفاع السكري. بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني أن أكون ضيف برنامج صحتك في رمضان. موضوع اليوم موضوع أهمية الصيام، وأهمية الصيام في شهر رمضان، سواء من ناحية الشرعية أو من ناحية الطبية. والصيام أثبت أن مدى طول الصيام كان له تأثير أكثر على الجسم، ومن أهم تأثيرات الفسيولوجية والصحية على الجسم خلال الصيام لفترة طويلة هو عبارة عن تخليص الجسم من السموم التي تراكمت على مدى سنوات نتيجة الأغذية الملوثة أو نتيجة التمثيل الغذائي أو الأغذية التي تحتوي على الهرمونات والأصباغ، وأيضا خفض نسبة هرمون الكورتيزون في الجسم، مما يؤدي ذلك إلى شعور الإنسان أثناء وبعد الفطور إلى الراحة النفسية والقضاء على التوتر والقلق والإحباط. ثالثاً، من أهم تأثيرات الصوم الطويل على الجسم هو عبارة عن رفع حساسية هرمون الأنسولين، وهذا مطلوب، ووصوله إلى جميع أجزاء وخلايا الجسم. ولكن هناك في شروط كثيرة جدا خاصة بالصوم الطويل، أن وينصح بأهمية القضاء على بعض
العوائق أو بعض العادات السيئة كالتدخين أو الإفراط في الأغذية التي تحتوي على الأصباغ والسكر والملح والدهون. فشهر رمضان فعلا شهر، والصيام يؤدي إلى تجنب فيما بعد لهذه العادات السيئة. وأيضا لا ننسى بأن للصوم تأثير خاصة في الجسم من الحصول على تهدئة الأجهزة الحيوية والغدد لراحة هذه الأعضاء التي كانت تعمل على مدار السنة. فبذلك هناك أيضا نصائح طبية من القادة والأطباء بالصوم الطبي لتأثير ذلك على هرمون الأنسولين والمحافظة على ضغط الدم المرتفع. وأيضا وجدوا أن هناك بالصوم الطبي أن انخفاض معدلات ضغط الدم في أيام الراحة بعد ممارسة الصوم الطبي لفترات مثلا أسبوعين أو 3 أسابيع. بذلك يحصل الجسم على كثير من الفوائد التي تعمل على مستوى الدهون الثلاثية ودهون الكوليسترول. وأيضا لا ننسى بهذا الجانب أن الوقاية من السهر الطويل بالنوم الكافي. يعني مفروض الإنسان في خاصة في أثناء الصيام أن يحصل على ساعات مناسبة، يعني بالنسبة للشباب طبعا 8 ساعات، بالنسبة لكبار السن تقريبا 8 ساعات و6 ساعات، وأيضا صغار السن بالنسبة لي 10 ساعات إلى 12 ساعة. يعني فعلا النوم مهم جدا لإراحة وتغذية المخ من خلال التغذية الصحية اللي هي فعلا الناتج الأخير في حصول على التوازن بين الصوم والتغذية وممارسة الحركة والقضاء على الكسل والخمول أثناء الصيام. وبذلك دائما هناك نصيحة من الخبراء بأن الصوم له تأثير جدا قوي جدا على الناحية الفسيولوجية، خاصة في الدم وخاصة في الهرمونات وخاصة في الجهاز الهضمي والغدد وما شابه ذلك في الجسم. فهنيئاً لك، هنيئاً لكم يا مسلمين بصيامكم الشرعي لكثير من الفوائد الصحية التي يحصل عليها الإنسان خلال الصيام. We'll be right back.
فوائد الصوم طبعا الحصول على معدلات طبيعية من الدهون اللي في الجسم كدهون الثلاثية والأحماض الدهنية وأيضا الكوليسترول، وهذا مهم جدا بخفض هذه المعدلات إلى مستوى طبيعي عن طريق الصوم وعن طريق الامتناع عن بعض الأغذية التي تسبب ارتفاع معدلات الكوليسترول والدهون الثلاثية والأحماض في الجسم من خلال تناول بعض الأغذية التي تساعد على خفض هذه الدهون في الجسم، مثل النباتات مثل البروكلي والزهرة والفلفل وأيضا الألياف بجميع مصنفات الغذاء. ولا ننسى طبعا لما في عدد ساعات الصوم في رمضان تقريبا 15 ساعة، وكل ما طبعا زدنا ساعات الصيام كل ما طولنا في الصيام أكثر كل ما حصل الجسم وتأثيرات الجسم والصيام على الجسم من حيث الدهون ومن حيث هرمونات السكر والكورتيزون وهرمونات التي تعمل في السعادة وهرمونات الذكورية والأنثوية والتناسق والتناسب فيما بينهم. كل ما الإنسان قدر يصوم فترات وساعات أطول كل ما هناك حصول على فوائد أكثر من الإنسان الذي يصوم ساعات أقل، وخاصة في الصوم الطبي. لما نتكلم عن الصوم الطبي يعني هناك يمكن أكثر من 16 ساعة أكثر من 18 ساعة صيام، وهذا بالتأكيد والدراسات تؤكد بانخفاض مستوى السكر وأيضا رفع حساسية الأنسولين وأيضا خفض معدل ضغط الدم في الجسم، وهذا هو المطلوب للصحة والعافية واللياقة البدنية. أتمنى للمشاهدين الصحة والعافية. دكتور مصطفى جوهر حياة.